هنتكلم عن حدوتتنا. الحدوتة دي حصلت في زمن الكورونا، قصدي في السنة المعروفة ب2020. بنتكلم عن بنوتة اسمها شيرين، بنت جميلة ونشيطة وعندها مهارات كتيرة. كانت كل يوم تخلص شغلها وتروح بيتها، وبعدين تروح تلعب رياضة مع صاحبتها منى وشهد وهنادي، بتقابلهم بعد العصر في النادي. وفي يوم حصل اللي حصل ووصل للبلد الوباء والمرض، أذاعت الدولة وأعلنت الخبر كل واحد يقعد في بيته وياخد الحذر ويغسل ويعقم عشان الفيروس سريع الانتشار، وكبار السن وأصحاب المرض المزمن في خطر باستمرار. كلوا طعام صحي وخليكوا في البيت، ده المهم، محدش يخرج إلا لو في حاجة أهم. خلصت زي عادتها شغلها في بيتها وروحت بعد العصر تقابل صحبتها. قعدت تستنى وتستنى بس مفيش ولا واحدة منهم جت. روحت البيت واتصل بشهد، قالت لها انتوا فين؟ ما لقيتش منكم حد. شهد ردت عليها وقالت لها احنا قاعدين في البيت لغاية ما ربنا يحلها. وتاني يوم نزلت شيرين من البيت، شافت هنادي لابسة كمامة واقفة بعيد، قالت لها ازيك يا شيرين عاملة ايه؟ ردت عليها انا كويسة، ما تيجي عندي البيت. ما ينفعش يا شيرين، لازم نلتزم بتعليمات الوقاية ونحافظ على التباعد الاجتماعي عشانك وعشاني. ما اهتمتش شيرين بالتعليمات الصحية وقالت انا مش هلبس كمامة واضحك الناس عليا، انا كويسة ورياضية ومناعتي قوية 100%. وبعد يومين روحت شيرين للبيت، لقت مامتها تعبانة وفي السرير. اتصلت اوام بالدكتور عشان يكشف على مامتها على طول، وبعد ما الدكتور كشف قال لها الاخبار وحشة للأسف، الاعراض كلها بتقول ان مامتك عندها الفيروس، لازم تحلل وتعمل مسحة ضروري على طول. اتفاجئت شيرين جدا جدا وقالت ازاي ده ماما ست عجوزة ومتخرجش ابدا ابدا. قال لها اكيد انتي اللي عادتيها، مش انتي داخله خارجه عليها. قالت له انا كويسة وما عنديش اي عرض. قال لها طالما اختيش الاحتياطات الوقائية ممكن يكون عندك المرض، بس عشان انتي صغيرة ورياضية الاعراض ممكن تكون مش ظاهرية. وهنا اتصدمت شيرين، وصدمتها كانت صدمتين. الصدمة الاولى ان مامتها ممكن يكون عندها كورونا، والصدمة التانية انها ممكن تكون هي المسؤولة. ندمت شيرين على تعاملها مع الموضوع باستهتار وقالت يا ريتني عملت اللازم واخدت الاحتياطات. فعلا فعلا الانسان الواعي لازم يعلم ويتأكد ان الوقاية احسن من الف علاج ومسكن. قعدت شيرين تفكر وتفكر وقالت احسن حاجة اتصل باخويا اكرم. اكرم صيدلي كبير ومعروف وعنده من الادوية كتير، ده شيء مضمون. بس يا خسارة، صحيح ان اكرم صيدلي كبير بس للأسف كان انسان اناني وجشع. اول ما عرف ان الوباء وصل للبلد سحب كل الادوية اللي ممكن تكافح المرض. لا، مش عشان يبيعها بأسعار رخيصة أو يوزعها على الناس الفقيرة، إنما عشان في السوق السوداء يبيعها ويكسب أضعاف أضعاف ثمنها. ولما شيرين اتصلت وقالت له على الوضع اللي وصل فيه مامته، ندم أكرم على جشعه وقال أعمل إيه دلوقتي بالمال؟ ده أنا ما عنديش أي دواء باقي، آخر علبة بعتها لجاري مينا بسعر غالي، هجرب واتصل بيه واقول له ممكن يرضى يديني منه. عم مينا رضى يدي من الدواء وساعده هو وشيرين ومامته، ومن يومها بطل اكرم جشع وبطل يستغل الناس كمان، وبقى يوزع الدواء ويدي للمحتاج بالمجان. بدأت شيرين تدي لمامتها الدواء واتصلت بالدكتور عشان تسأله عن احسن وسيلة تساعد على الشفاء.
قال لها في التليفون: تمام زي الأخبار ما بتقول. قال لها: لازم تاكلوا أكل صحي ومفيد يقوي مناعة الجسم ويساعده يغلب المرض أكيد. قالت له: أكل صحي زي إيه؟ مش فاهمة حضرتك تقصد إيه. قال لها: أكل صحي يكون بالفيتامينات مليان، زي فيتامين سي الموجود في الليمون والجوافة والبرتقال، وكمان أكل يكون فيه مادة الزنك زي البقوليات، وكمان اللحوم الحمراء والبيض والمكسرات. ونزود من الخضار في أكلنا زي البروكلي والسبانخ المليانين بمضادات الأكسدة، ونبعد عن أكل التيكاوي اللي مفهوش فايدة ونسبة دهون فيه عالية. والحمد لله بعد كام يوم بدأت ماما شيرين تتحسن وتقوم، ومن يومها شيرين التزمت بكل التعليمات الوقائية، بتلبس كمامة وبتغسل ايديها لمدة 20 ثانية. والدولة صرحت ان الحظر هيقل والدنيا هتفتح والناس هترجع للشغل، بس على طول كانوا بيأكدوا: احمي نفسك احمي بلدك. بعد ما الوقت عدى قابلت شيرين شهد مرة وهي خارجة، بس للأسف شهد ما كانتش لابسة كمامة ولا مهتمة. شيرين قالت لها: ايه ده يا شهد، انتي ليه مش لابسة كمامة؟ ردت شهد وقالت: يا بنتي ما الدنيا بقت كويسة والوبا شكله خلص وانتهى. ردت شيرين: ازاي، الدراسات كلها بتقول ان الفيروس لسه موجود، واننا لازم نحافظ ونهتم بكل الاحتياطات لغاية ما يوصلوا الحل. انتي معرفتيش اللي حصل وازاي الوبا وصل لمامتي وانتقل، لازم نحافظ صدقيني يا شهد، الموضوع كبير ومش سهل، يعني لغاية ما منظمة الصحة تأكد بنجاح انهم وصلوا لأي علاج او لقاح. هو انتي مش عارفة ان الوقاية خير من العلاج، او وان الصحة تاج على رؤوس الأصحاء. قالت شهد: احنا بقى نبطل نخرج من البيت ولا نشوف ولا نزور حد اذا حبيت، ونتحبس ونقعد نسمع الاخبار، ده اكيد كده انا هوصل للانتحار. قالت شيرين: لا طبعا، الابحاث كلها اكدت ان الفيروس انتقاله تنفسي، مش كل كلام يتقال نصدقه من غير تفكير، ونبعد خالص عن الاشاعات والتهويل، لازم نبحث عن الاخبار مرة او مرتين في اليوم، بس من مصدر اكيد وموثوق زي موقع منظمة الصحة العالمية او في قناة الاخبار المحلية. قصدك ايه يعني؟ ردت شهد: نفضل كده عايشين في خوف ورعب؟ قالت شيرين: لأ، مين قال كده؟ بصي انا قريت كتير في الموضوع ده، احنا بس لازم نتعود شوية شوية ونخلي التعليمات الوقائية اساليب حياتية، يعني نعود نفسنا على طول على غسل ايدينا بالصابون قبل وبعد تحضير الاكل، وبعد استخدام الحمام، وبعد الكحة او العطس، وقبل وبعد رعاية اي مريض، وبعد لمس الحيوانات، ده شيء اكيد. من الاخر شوية التزام بالنظافة الشخصية مع نظافة الاسطح بطريقة صحية، وناكل وجبات صحية بالفواكه والخضار غنية، ونلتزم شوية بالتباعد الاجتماعي مع لبس الكمامة وشوية نشاط رياضي، واحدة واحدة بأقل خسائر تعدي الأزمة. بالثقة في الله وشوية التزام ووقفة جيشنا الأبيض كمان، هتعدي المحنة على خير بعد ما نكون اتغيرنا وتعلمنا منها كتير.